السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير. أنا محتار يعني دابا، شنو أنتوا اليوتيوب كل مرة تطلعوا لنا بشي جديد؟ زمان السنة الماضية كانت دخلي في كل 1000 مشاهدة يكون في حدود $5، $5.5. الآن علاش هذه الزيادة المفاجأة؟ 3 أضعاف المبلغ، $15 و64 سنت. اي نعم، شنو السبب؟ أوريكم السبب. طيب، المنطقة الجغرافية لها تأثير كبير على هذا الشيء. يعني أنت لما يكون مشاهدينك من دول غربية، ليس بتكون نفس المشاهدات أو نفس الدخل اللي من دول في الشرق الأوسط أو غيرها من المناطق اللي بيكون فيها الشركات قليلة. فدائما الشركات هنا في الولايات المتحدة، في كندا، في مثلا الاتحاد الأوروبي، بيكون الدخل جدا عالي. لذلك لما المنطقة الجغرافية يكون منها مشاهدات أكثر، فهذا بيخلي اللي الدخل حق اليوتيوب يكون أكثر، لأن الشركات والأفراد والشركات المتوسطة أو الكبرى بتعمل إعلانات جدا كثيرة على اليوتيوب. فبهذا الشيء بيخلي الدخل بتاع اليوتيوبرز أكثر من مناطق فيها شركات أقل، مثل القارة الأفريقية. أو هذا هي الحاجة اللي بتكون ملفتة، يعني تدخل فجأة تلقى أرباحك من $5 على كل 1000 مشاهدة أصبح $15، وقد تكون أكثر من كذا لو مشاهداتك أصبحت أغلبها أكثر من 90% في الولايات المتحدة أو كندا. فشكرا على دعمكم مشاهداتكم، وإذا عندكم أي استفسار أو سؤال عن التجارة الإلكترونية أترك لي تعليقكم بالأسفل، إن شاء الله راح أجاوب على كل الأسئلة قدر المستطاع، وبإذن الله مع بعض راح نكمل ونستمر. وأنا عن نفسي بفضل الشخصي أنه يشتغل يعني شغل حر عن طريق الإنترنت، تقدر تشتغل وتحصل على أرباح عبر الإنترنت، سواء تبيع تيشيرت أو أنك تقدم خدمات مثل الترجمة أو ترجمة من لغة لأخرى، أو أنك تكتب مقالات أو قصص أو روايات وتعرضها تبيعها على موقع فايفر أو موقع خمسات.com وتلقى عليها مبالغ جدا كويسة ومستمرة ما دام أنت خبرة في هذا المجال. إذا ما عندك خبرة تعلم من اليوتيوب، ما في إنسان بيولد هو متعلم كل شيء. أتمنى أكون فدتكم، ما تنسوا تعملوا لايك للفيديو وشاركوا مع غيركم. مستمرين في أمان الله.